أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا تائب من المعاصي ولله الحمد، ولكن تصور لي المعاصي في أوقات العبادة، فكيف أتخلص منها أثابكم الله؟ أسأل الله لنا ولك ولسائر المسلمين التائبين الثبات على طاعته ومحبته ومرضاته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أخي في الله، إن الله إذا أحب عبده رزقه التوبة والإنابة إليه سبحانه، وقد أعطى الدنيا من أحب ومن كره، ولم يعطي الدين والتوبة والإنابة إليه إلا لمن يحبه. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من أحبابه. فأحب ربك كما يسر لك الهدى وسهله لك ورزقك التوبة قبل أن تموت. فكم من شاب طائش أتته منيته وحيل بينه وبين التوبة، ولكن الله تداركك بلطفه. ولما أنعم الله عليك بهذه النعمة وامتن عليك بهذه المنة، أبى عدو الله إبليس إلا أن يقعد لك بالرصد، فهو في غيظ وحسد وحقد لك، فرأى كرامة الله لك وأراد أن يهينك، ورأى عز الطاعة لربك طاعتك لربك وأراد أن يذلك، وخسئ عدو الله. فلن يستطيع ذلك بإذن الله. ومن هنا تمتحن في توبتك وتختبر وتبتلى من ربك. فإن صدقت مع الله صدق الله معك، تتوب إلى الله من الشهوات والمعاصي والملهيات، فيأتيك عدو الله آناء الليل والنهار يزينها لك، حتى لربما زينها لك في أشرف المواطن وأعظمها وهو موطن القرب من الله، فيقول لك: لو كنت تائبا صادقا في توبتك لماذا تتذكر هذه الأمور وأنت واقف بين يدي الله؟ وكذب وفجر ولقم الحجر، ولو أنك قلت: هذا ربي وهذا حبيبي وهذا الذي أدناني إلى رحمته وهذا الذي قربني إلى لطفه وبره وكرامته، والله لن أترك سبيله وأنا أحيد عن طريقه، فإن أعرضت عنه أقبلت عليك الخيرات والباقيات الصالحات، لأن الشهوة التي عصيت بها الله أنزلت إلى الدركات، فحتى تخرج من هذه الدركات تتسلق إلى الدرجات العلى بامتحانات وابتلاءات، ومنها هذا الابتلاء. فاصبر فإن الله يقويك ويعطيك من فضله ومنه وكرمه ما لم يخطر لك على بال، فظن بربك خيرا وإياك ثم إياك. إن قال لك أنت لست بصادق، أو قال لك أنت منافق، أو أنت لست بصادق في توبتك، فكله كذب لا حقيقة له. فإن أعرضت عن هذه الوساوس والخطرات لا يملك عدو الله إلا أن يوسوس، وإذا أعرضت عن هذه الوساوس وأقبلت على الله رأيت حقيقة ما أنت فيه، وهو رحمته ولطفه وبره ومعونته وتوفيقه. ليس للشيطان إلا هذا البلاء، وهو أن يوسوس وأن يذكرك المواقف الردية والمنازل المخزية. فبعض الناس في هذا البلاء على أحوال، منهم من يسترسل مع هذه الأفكار، ومنهم إذا استرسل ينقطع ولا يستمر، ومنهم من يستمر ثم يختلفون. فالذين يستمرون في ذلك يضعف إيمانهم، نسأل الله السلامة والعافية، ويقوى سلطان الشيطان عليهم بقدر ما يسترسلون من هذه الوساوس، حتى إن بعضهم يرى نفسه بعد الالتزام كأنه بعد التزامه بطاعة الله واستقامته على محبة الله كأنه في سجن والعياذ بالله. وإذا كمل إيمانه وعظم يقينه بالله عز وجل، وقد مرت عليه ألذ الشهوات ومرت عليه أجمل الفتن الفاتنة، إذا عرضت عليه احتقرها في جنب ما هو فيه من طاعة الله، فيرفع إلى أعالي الدرجات، لأن هذا الاحتقار بعد أن رأى وتلذذ وذاق لذة المعصية وهي لا لذة فيها، بعد هذا كله يعرض عنها بصدق، فإن هذا يبدله الله عز وجل بسيئاته حسنات.
ولذلك كم من أناس إذا رأيتهم على الاستقامة وقوة الإيمان والثبات لو فتشت عن أمورهم لوجدت أنهم جاهدوا أنفسهم جهادا عظيما. فأبشر ما دمت مع الله عز وجل، ولا تلتفت لهذه الوساوس، ولا تلتفت لهذه الخطرات. أي شيء يأتي في قلبك يشككك في إيمانك، أو يشككك في رحمة الله بك، أو يسيء ظنك بالله، فاعلم أنه الشيطان قد وضع خرطومه على قلبك، وهي لمة الشيطان. فإذا فررت إلى الله كما أمرك الله وقلت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أفلحت وأنجحت، لأنك عذت بعظيم. وأتبع هذا بالصدق، فالعبد الصالح الذي أناب إلى الله يتقلب في الفتن ويتقلب في المحن على قدر إيمانه. لماذا؟ لأن الذي ذاق اللذات والشهوات والمحرمات والمنكرات واستمتع وتلذذ ثم ولى ظهره لذلك البلاء صادقا مقبلا على الله، فلا يزال يتجرع الغصص من كيد الشيطان يذكره بها يذكره بها، فيأبى ويقول ربي ربي، يقول التوبة التوبة، إن الله طهرني، فكيف أقبل على القاذورات وعلى الخبث والنجاسات؟ لا وربي، يا ربي أمتني قبل أن أعود إليها. نفس تتحدث في النفوس الطاهرة المؤمنة أشجان وأحزان لا يعلم بها إلا الله جل جلاله. الله أكبر، إذا أقبلت القلوب على ربها فامتحنت وابتليت وفتنت. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ هذه الفتن وهذه المحن، وهنا يكون جهاد العبد لله جل جلاله جهاد النفس، جهاد المرير. يأتي عدو الله بهذه الأمور يزينها ويسولها، وقد ذهبت مرارتها، فإذا عادت على العبد الصادق في توبة والإنابة لا ينظر إلى الشهوات إلا أنها غصة في حلقه. من الناس من ذاق لذة المعاصي، لكن لو جاء عدو الله بأجمل صورة من المعاصي ما رآها إلا تحت قدمه من قوة الإيمان. يقول أين هذا بكل ما فيه، وبكل ما فيه من الجمال، بكل ما فيه من الفتنة، أين هذا أمام لذة العبادة والوقوف بين يدي الله؟ فإذا بالشيطان يدحر، وإذا بالشيطان يقهر، وإذا بالعبد الولي الصادق ينصر، فتفتح أبواب الرحمة على العبد وييسر له. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن الله لمع المحسنين. فبين الله تعالى أن هؤلاء الذين يجاهدون الشهوات وأحاديث النفس، ترى الرجل مستقيما على طاعة ربه فيخرج إلى مسجده وإلى عمله وإلى وظيفته، فتمر عليه فتنة، طالما هذه الفتنة حينما كان بعيدا عن الله تفعل الأفاعيل، فإذا به يحتقرها ولو جاءته المرأة عارية كيوم ولدتها أمه من صدق إيمانه بالله. لا تزلزله الفتن، قد باع نفسه لله وباع عمره لله، فجعل الجنة والنار أمام عينيه، فلا يبالي بفتنة، ما يضعف، ولي الله المؤمن ما يضعف. ولذلك الشيطان يسول للإنسان الضعف، فتجد البعض لما يأتي يقول والله يا شيخ إن الفتن تكالبت، إن الفتن، ما في هذا، أنت في فتنة منذ أن تقول ربي الله، أنت مفتون، ما في تكاسل. حياة أو موت، سعادة أو شقاء، رحمة أو عذاب، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إما شكر وإما كفر. فلا يحتاج الإنسان، لذلك تجد العبد الصادق في إيمانه واستقامته والتزامته والتزامه لربه لا ينتظر موعظة. من الناس من إذا استقام على سبيل ربه مع كثرة الفتن التي يتجرعها ثابت على دين الله عز وجل حتى لا يحتاج إلى موعظة، لأن الله وعظه. من الناس من لا يفتقر إلى موعظة أحد ولا إلى تذكير أحد، لأن ربه وعظه. ما قام إلا تذكر الله، ولا قعد إلا ذكر الله. ووالله إن الإيمان لا يزال يتغلغل في قلب العبد حتى يجد لذة، حتى يجد لذته وحلاوته. فلو أن الفتنة جاءته على أسوأ ما تكون وأشر ما تكون لم تؤثر في إيمانه خردلا، ولو عرضت عليه الفتن بأجمل وأكمل ما تكون وليست بكاملة لم يلقي لها بالا، لأنه أقبل على سوق الآخرة، والآخرة تنسي ما سواها. فيستحي من الله عز وجل بعد أن استقام
على طاعة الله عز وجل ما يلتفت، ولو عاش في أسوأ الأزمنة فتنا لم يزده ذلك إلا صلابة في دين الله وثباتا على طاعة الله ومحبة لله. يقول: يا رب اصطفيتني في هذا الزمان مع الفتن والمحن، أي نعمة لك علي، ما أريد منك يا رب إلا أن تثبتني على هذه الطاعة. يا رب أريد أن أجمل عندك، يا رب أريد أن أكمل في طاعتك ومحبتك، هذا شغله الشاغل. أما أن يأتيه فتنة ولا يأتيه محنة ولا يأتيه مفتون أو ممتحن ليفتنه عن دين الله، فهذا أبعد من النجم في السماء. قلوب آمنت ونفوس أيقنت وأقبلت على ربها وصدقت من المؤمنين، ليس كل المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كأنه لما التزم بطاعة الله واستقام على محبة الله عاهد ربه أنه لا يكفر النعمة، وأنه إذا جاءه الشيطان وقال له: أنت جالس هنا وانظر إلى هذا الذي يستمتع وهذا الذي يتمتع وهذا الذي يفتن، ما يرى ذلك إلا تحت قدمه، لا تؤثر فيه الفتنة. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أعرض عنها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصبح على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، على أبيض مثل الصفا، لا تزال الفتن تعرض عليك فتحتقرها ولا تضعف ولا تستسلم، تقول: يا رب اخترتني في هذا الزمان مع ما فيه من الفتن والمحن، يا رب أسألك وأبتهل إليك، شغلك الشاغل أن الله يثبتك على طاعته، همك الذي تهتم به أن الله يبلغك الدرجات العلى في التزامك واستقامتك، ما تضعف. فهذه الشهوات التي يعرضها عدو الله لا تسمن ولا تغني من جوع. ومن الناس من يعرف الحرام بأشكاله وأنواعه، فلما استقام إلى رب على طاعة ربه لم يحس بلذة، ولو عرضت عليه هذه الشهوات ما وجدها إلا مرارة يغص بها، ثم إذا ضعف الإيمان أنصت إلى الشيطان، ثم إذا ضعف أكثر حتى إنه والعياذ بالله في بعض الأحيان يسترسل مع هذه الفتن ويضعف. والناس درجات في طاعة الله ومحبة الله، فاصدق مع الله عز وجل. ولذلك قوة الإيمان، إذا قوي الإيمان اشتد البلاء، فإياك ثم إياك أن تسيء الظن بالله وتقول: أنا مستقيم، كيف أتذكر هذه المواطن؟ بعضهم يقول: أتذكرها وأنا ساجد بين يدي الله. ومنهم من يقول: ابتليت بالمواقع الإباحية فأرى فيها ما يسوء المنظر، وتعرض عليه في الصلاة. نعم، تعرض عليك في الصلاة، تعرض عليك في موقعك بين يدي الله، حتى تتوب إلى الله منها توبة نصوحة. وإذا رأيت الحرام وازدريته واحتقرته ثبت الله جنانك وخلص الله جوارحك وأركانك من فتنها ومحنها، فاصدق مع الله، فإنه من صدق مع الله صدق الله معه، والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إياك أن تحس يوما من الأيام بعد استقامتك أنك تحتاج إلى شيء غير شيء واحد، وهو رحمة الله، ليس هناك شيء تحتاج إلا أن يرحمك الله برحمته. لا تحس بعد الاستقامة أن هذه الفتن التي تراها وتسمعها وتشاهد الغير يتقلب فيها، والله ثم والله لو نظرت إلى شخص يتقلب في الفتن ويتلذذ بالمعاصي أقسم بالله إنه في جحيم في نفسه لا يعلمه إلا الله جل جلاله، وفي زهق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يغرنك، ولقد أعطاك ربك ما تتمناه النفوس وتعمل له المطيع، فاستقم على طاعة ربك، إن الله يسمعك ويراك ومطلع على قلبك. أي ذلك القلب، أي قلب ذلك القلب الذي إذا نظر إليه ربه وجده يقلبه الشيطان في الفتن فلا يتقلب؟ أي قلب ذلك القلب الذي أقبل على الله سبحانه وتعالى إقبال الصادقين فلم تزده المعاصي والشهوات والملهيات وأصحاب الفتن محن إلا احتقارا له؟ يخرج من بيته فإذا رأى أهل الفساد وأهل المعاصي لا يشعر أنه ناقص ولا يشعر أنهم يتلذذون، يحس أنه هو بإذن الله عز وجل المفضل بتفضيل الله عز وجل، ويرجو لهم، يرجو لهم التوبة، يرجو لهم الخير، ولا يحس أنه أفضل منهم، لكن لا يحس أن عندهم شيئا يحتاجه. إياك
لأنه إذا شعرت أن غير أن من لم يستقم على طاعة الله أكمل منك فقد ازدريت نعمة الله عز وجل، وعندها يكون في زيغ للقلب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولذلك قال الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فلا يزغ قلبك. ومهما رأى الإنسان من المحرمات والمعاصي والملهيات فليتعاظم نعمة الله عز وجل عليها، والله أكبر من كل شيء. سبحان مقلب القلوب، سبحان علام الغيوب، سبحان مفرج الكروب، ولا كرب أعظم من كرب الدين. ومن صدق مع الله صدق الله معه. وإن العيون التي تلذذت بمعصية الله إذا دمعت من خشية الله طهرت وزكت، وما أجر الله مدامعها إلا وهو يريد خيرا بها وبأهلها. وإن العيون لو رأت ما رأت من المواقع الإباحية التي أوذي بها شباب المسلمين والمؤمنين، فإن ربك غفور رحيم وربك حليم كريم. ومن تقوى بالله قواه الله، ومن تعز اعتز بالله أعزه الله. فليقل: ربي عليك توكلت. ولو أنه انغمس في شهواتها من شعرة رأسه لا أخمص قدمه، لا يمكن أن يزعزع يقينه بربه، ويقول: ليخرجني الله منها ولو عظمت، وإني أرجو من الله أن ينزعها من قلبي ولو كثرت. كن مع الله ولا تبالي، كن مع الله وأقبل على الله إقبال الصادقين، فما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذا الذي تراه من الشهوات لذة ساعة وألم دهر، والذي أنت تراه من المحن والفتن عذاب لحظة وسعادة عمر. فكن مع الله واصدق مع الله، وإياك ثم إياك أن تلتفت إلى شيء غير الله عز وجل. إن أسعد الناس في هذه الدنيا من امتلأ قلبه بالله ومن أنساه الله كل شيء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت نسألك، وقد مننت علينا بهدايتك ولطفك ورحمتك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا. اللهم اهدي بها قلوبنا، اللهم اهدي بها قلوبنا، وأصلح بها قوالبنا، وأبك بها عيوننا من خشيتك، واملأ بها جوارحنا وأعضاءنا بطاعتك ومحبتك. سبحانك يا مقلب القلوب، سبحانك يا علام الغيوب. اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك رحمة تصلح بها ما فسد منا. اللهم أصلح فساد قلوبنا وقوالبنا، وخذ بنواصينا لما يرضيك عنا، سدد أقواننا وصوب آراءنا، وثبت على طاعتك ومحبتك قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إليك نشكو ضعفنا وقلة حيلتنا وعظم الفتن والمحن التي تحيط بنا. خلصنا يا ربنا منها ومن أهلها ومن كل شر وضر، وأسلمنا إليك مسلمين مؤمنين مخبتين، وثبتنا على ذلك حتى نلقاك يوم الدين وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم سبقنا الصالحون بصلاحهم بعد فضلك ومنك وكرمك، فنسألك اللهم رحمة من عندك ندرك بها من سبقنا ونفوت بها من بعدنا، واجعلنا على خير يرضيك عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.